يا هلا يا هلا. كويك نوت، النهارده ماندي عندنا في امريكا، ماندي اللي هو اليوم بدايه الاسبوع يعني. I've noticed برضو شويه تغيير في سوق العمل في امريكا، وايف نوتست حاجه شرسه شويه. مستحيل تكون الحاجه الشرسه دي مش ما عدتش على ناس كتير في وقت ان انت بتقدم على الشغل. ده مهم قوي قوي حتى في مصر بصراحه. وفي مصر لما جربتها كانت تجربه راقيه اكتر من امريكا، which is so weird. يعني عاده في مصر الواحد بيعمل حلق حوش وبيضه وحجر ويلف ويدور، ولكن لما انت تبقى قاعد على ترابيزه التفاوض في الشغل اللي انت عايزه او اللي انت حبه او اللي انت عارف انك شاطر فيه او اللي انت داخل فيه هتتعلم فيه، شخصيتك اللي هو بيقول لك هنا بتبيع نفسك، يعني بتبيع الشخصيه نفسها. لانه في الاول وفي الاخر انت بتبقى داخل الشغل كانسان وممكن تتعلم في يومين ثلاثه وتبقى احسن من الشخص اللي بقى له 5 سنين في المجال ده. It just depends على الدرايف بتاعك. ناس كتير ومصريين كتير كانوا بيتكلموا معايا دايما يعني في طبيعه اللي هو طب هقدم ازاي، هكلم مين، هقول لمين، لازم حد يعرف حد، لازم واسطه، لازم مش عارفه ايه، كل التفاصيل دي. To be honest, I've never really had that swasta attitude. It never worked. I actually tried to do it, but from one of مصر, it didn't do me well, because at the end of the day, أنا لما بروح مش بروح أعرض للفلان اللي معرفني على المدير ده عشان أتكلم، لا بروح أوريله ده أنا وده اللي أنا بحب أعمله وده اللي أنا استثمرته في نفسي. So والله العظيم بجد هنا في الرأسمالية بقى دايما بيحاولوا ياخدوا يعني ويتعاملوا معاك كمعاملة الليمونة. I like معاملة الليمونة لأنه أنت بتعصرني، فلما وأنا بتعصر الكائن المطاط اللي زينا كده المطاط دي بتتقال حاجة واحدة تانية، يا نهار اسود على قلة الأدب اللي أنا فيها على الصبح. الكائن المطاط المصري، خاصة المصري في أي حتة في العالم، بقولها ناس كتيرة في مصريين، أي مصري نجح في مصر عارف يا شيخ يعدي من مصر، عارف يعدي الشارع من غير ما يخاف في مصر، هينجح هيفشخ النجاح في أي حتة في العالم. بس be patient وكون عارف قيمتك جدا من غير غرور، في border line بين الغرور وبين الثقة بالنفس. Alright. السي في بتاعت عمرك، سي في حياتك، هنا طبعا مع كل شغلانة لازم تغير السي في شوية، تويست بيك تويك على 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 مقاس الشغل نفسه. However انت كحياة نفسها عملتها، الاستثمار اللي عملته في نفسك، مدى العمر، الفلوس اللي دفعتها في كليتك ومذاكرتك. انا بتكلم على فكرة، الناس اللي بكلمها دلوقتي هي الناس الدحيحة بجد، الناس اللي هي متقنة في شغلها، القلائل مننا اللي عنده حب وقديسية كده للشغل، ولما بيعمل الشغل ايا كان هو ايه الشغل متقنه. وطبعا احسن لنا ان احنا نشتغل حاجه اللي احنا بنحبها. يعني انا بحب مجال الايه، علوم النفس وال helping people والميديا والكلام ده كله. لما اشتغلتها 24 ساعه في 24 ساعه مش هحس انه شغل، لو معايا مريض ولا حاجه طول الوقت مش هحس انه ده شغل، هحس هعرف ادي اكتر. So وانت رايح ترابيزه النقاش تروح ترابيزه النقاش وانت على وضعك، I'm being that serious، وانت على وضعك ازن انت اوريدي استثمروا فيك اهلك ان يعرفوا يربوك، خلي بالك اهلك مساعدينك اوريدي ان انت عندك انسانيه وادميه وبتهتم بالناس وبتحب الناس وبتحب التفاصيل، وعارف ان انت لما هتشتغل في حاجه هتبقى الجوب ديسكريبشن بتاعتك انت المفروض تعمل 3 حاجات، كمصري هتعمل 10. احنا كمصريين التجربه اللي فاتت ليا في مصر مثلا فور اكزامبل عن طارق نور ساعدت، يا الله يكرمكم يا رب والنبي، الناس بتوع طارق نور دول هحطهم على راسي مدى العمر، بتساعدني دلوقتي ان انا oh my god I learned so many different things عند طارق نور، it was a مدرسة. And here I am in the States, I have various experiences. So وانا قاعدة على ترابيزة التفاوض اللي هو you know what السالري بتاعتي عايزاها كذا، لان انا استثمرت في نفسي من سفر ورحت وجيت ولفت واشتغلت ونمت وصحيت ونمت على 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 المذاكرة ان انا اشوف المجال ده عامل ازاي، وفي نفس المجال دخلت في حاجات تانية. ف the main goal is انت ككائن عربي مصري جاي من الشرق الاوسط او جاي من يعني جاي من بره، مش 24 ساعه عايش في امريكا ما مولود فيها، يعني جلدك اتخن شويه، انت قادر ان انت تعمل 100,000 شغلانه مختلفه، انت قادر ان انت تتشقلب كده، واحنا عندنا كمصريين بنعرف نلبس الماسك المختلف فممكن نلبسه في الشغل. انا دلوقتي اخصائيه اجتماعيه، خلاص لابسه فستان اخصائيه اجتماعيه، وانا دلوقتي شاطره في الميديا فالبس فستان الميديا. So we have different talents. لازم تكونوا فاكرين والله العظيم يا جماعه حطوها حلف ودانكم، because I always see it whenever I talk to، وده مش عنصريه مني بس ده
يعني that fairness. دايما بشوف ان احنا كمتغربين عندنا مواهب اكتر من الناس اللي قاعدة ما تغربتش، لانك مضطر انك تشوف الحاجات المختلفة، مضطر ان انت تتصرف بحكم غربتنا، بحكم ان احنا بنروح اماكن مختلفة وجديدة وبنتعلم لغات جديدة والكلام ده كله، مضطرين ان احنا نتلحلح. امي مثلا مهندسة مدني دلوقتي شغالة في الصحة، ايه اللي جاب الهندسة المدني في الصحة وما شاء الله في الصحة شغالة زي الفل؟ هو كده، واخد بالك؟ في امريكا بتسمح لك ان انت تغير من مجالاتك جدا. however اوعى واياك انك تقلل من قيمة نفسك. انا الكحل اللي بحطه في عيني والماسك اللي بحطه في وشي والبيبي اويل اللي بحطه على جسمي ولا ما ايا كان انا كنت بحط ايه، بحطها فيكتوريا سيكريت على بيبي اويل ولا بتاع الشي ايرون اللي بعمل لها بتوعتين دول، والنوم اللي بنامه والسبلمنتس اللي باخدها والمؤاخذه كوبايه القهوه اللي بشربها ونوع القهوه اللي بشربه، ده كله متكلف. فانت مش هتاخد واحده متكلفه alright وتحاول تسخط بيها الارض وتديها 3 مليم، عشان انا عارفه ماي برايس، عارفه الفاليو بتاعي. سو وانت في انترفيو في 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 اي حته في امريكا او في مصر، ما تروح لهمش وانت الثقه محزوقه، خلاص هاخد هقبل باي مبلغ، خلاص ما انا مضطر. بالذات لو مضطر يا جماعه، واللي مضطرين اللي فاكرين ان هم مضطرين، على فكره احنا ولا حد في العالم مضطر، لانه خزانه الله واسعه لو حسبناها كويس. اللي فاكرين نفسهم مضطرين بقالوا ساعات بشغلانات مش لبقة او معاملة في الشغل مش لطيف، واحصائيات كتيرة بينت ان في تحرشات جنسية في العمل. ده مش في مصر بقى، في امريكا. انا والله العظيم في مصر ما خدتها في العمل. لما كنت في مصر اشتغلت اهو مره سنه عند طارق لون، وسنه قبلها سنه accumulation of 2.5 years I've never had sexual harassment في شغلي، مع ان شغلي كان تلفزيون وميديا وبنقعد في استوديو لوحدنا واوض لوحدنا ونغير هدومنا منتهى الاحترام، عشان الواحد فرض احترامه. في امريكا في كده، وفي انه ساعات المدير هيحاول يعطف ويلطف، ده الموضوع ده موجود طول الوقت، ومضطرين ساعات ان احنا ميتين هم الشغل ده عشان المدير بيعطف واللي بعده. Alright. تموت الحرة ولا تاكل بالمغزه بالذهب. I'm serious. I love that. Actually في كلام بالعربي اهو. ايه هذا؟ من فضل ربي. بصوا ما اعرفش شايفينه ولا لا، بس واضح ان في هنا كميري عربيه وعاملين عربي كتير. So anyhow شوف الفال جميل. So I just wanted to let you know يا جماعة، لو انتوا لسه في الجوب ماركت وبتقدموا على شغل من يمين والشمال وهتحبطوا عشان مثلا مش لاقيين حاجة المناسبة ليكوا، او انتوا اوفر كواليفايد، او مضطرين ومش عارفين تدفعوا جار بيتكوا فهضطر اشتغل اي حاجة ومش عارفة ايه والناس هتيجي عليا والكلام ده كله، you know what، ممكن انت تكون محتاج قاعدة مع النفس شوية وتعمل سي في حياتك، مش سي في للرزمي، مش سي في للشغلانة دي بس. Please stop. الكاميرا تفضل. اوكي جود كده هني ماشي، ما علينا. عدت الاشارة وهي حمرة، ما ينفعش ابدا كده، انا مش ناقصة تيكتس. So anyhow سي في حياتك هيبقى فيه مش بس الشغلانة الاخيرة اللي انت اشتغلتها ولا العشر سنين من الشغل، هيبقى فيه كل حاجة استثمرتها في نفسك، اهلك استثمروها فيك، صحابك استثمروا في سبحان الله ما شاء الله قدر بالله الناس في حياتنا. انا من صحابي اصدقائي الحقيقيين بيستثمروا فيه والله العظيم، تحس ان هم كأن انا مثلا الحصار سبق ويحطوا عليا مبلغ كده اللي هو بص انا متراهن انك هتكسبي، فبيستثمروا فيا، بيتعبوا عشاني، بيصحوا من نومهم عشاني، بيعملوا حاجات ليا عشان خاطر مي تنجح. طب وليه عايزين كده؟ عشان مأمنين بمي، ونجاح مي هيخليهم هم كمان ناجحين، عشان احنا نبقى ايه اخدوا عدم. نقطة فول ستوب، اكتب الريزومي بتاعت حياتك، شوف قد ايه انت تعبت وقد ايه انت صبرت وقد ايه انت ستيت ديسيبليند، يعني انت حارم نفسك من متعة مختلفة عشان خاطر تقرأ في حاجات معينة او تذاكر في حاجات معينة، وقد ايه تعبت عشان تاخد بوزيشن معينة بشرف، وقد ايه اتقنت في شغلك ومحدش شايف، وانت كنت بتحاول قد ما تقدر تتعلم، ولو الشغلانة نفسها مش مالكش فيها، يعني انت مش شاطر فيها، مش معناه ان انت فاشل، معناها ان التالنت بتاعتك في حته تانية. وعلى ترابيزه التفاوض خاصه في امريكا
تطلب المبلغ اللي انت تستحقه، المبلغ اللي انت اتفشخت طول عمرك عشان خاطر تعرف اللي هو انا هحط وقتي. اغلى حاجة في الدنيا البني ادم ممكن يديها لاي حد واي مجال وقتي. انا عارف ان انا لما اخش المؤسسة بتاعتكو او المستشفى بتاعتكو او العيادة بتاعتكو او التلفزيون بتاعكو، انا عارف ان انا هرفعه، عارف ان انا هزود لكم الارباح، عارف ان انا هزود، هساعد، هعمل حاجات مختلفة، هقعد بعض الاورز، هقعد هسهر على الشغل ده. لو الشغل ده 12 ساعة في اليوم، لا هقعد له 15 المهم يخلص. هساعد الكووركرز بتاعي، هبقى تيم وركر. انا عارف ان انا لو اديتني كورس هتلاقيني بتعلمه لك وباكله وببلعه لك. So you have to have an aggressive attitude. So an aggressive attitude ده مش معناه انا اخش اضرب المدير وهو بيعمل لي انترفيو، ان انا داخلة على وضعي، انا عارفة انا ايه وتمني كام والطاقة اللي هديها ايه، ولما هبقى في الشغلانه دي هبقى متجوزاها ازاي، وهقدم لكم انتوا ايه، هتستفيدوا انتوا من ورايا ازاي. انت انسان غالي. Alright, again, انت انسان غالي، وانت مش هتحس بالغلو ده غير لما هتستثمر في نفسك. Again يا جماعة، الثقة بالنفس، الثقة بالنفس اكتساب. So the more you work on yourself the more انت من كتر ما انا قاعدة مقطعة اي حد سلبي، عايز تقول حاجة سلبية اكلمك بعدين باي. امين الله. لو حد عنده مرض معين طبعا على عيني وراسي، لكن جو ايه اللهم نكد ده مش هينفع، هيبان على وشي صباح الفل. واخد بالك؟ الله جميل بيحب الجمال، فانا عايزه ابقى سراوندد بالجمال عشان اعرف اطلع جمال. الورد اللي هتطلع الجمال عشان النحله تيجي ايه تعمل العسل بتاعتها. سو ثينك اباوت ات ذا واي. اكتب سي في حياتك، ستي ديسيبليند، اشتغل جامد على نفسك. كل ما اشتغلت على نفسك جامد شخصيتك هتقوى وهتعرف تنيل الشغل المناسب والكارير جاب. احنا خلاص بقى كل شويه في امريكا اللي هو اللي يجونا متغربين يقول لك هنشتغل اي حاجه وخلاص، ويلا روح وولمارت ويلا فليب برجر. ليه انت جاي من مصر ومتغرب وسايب اهلك ومبيع امك الجاموسه ومحروم من الناس اللي شبهك ومحروم من لغتك وقاعد لوحدك ومش فاهم السيستم بتحصل فيها ايه عشان خاطر في الاخر تفليب برجر؟ طب ما انت يا اخي اشتغل، خد كورس معين ولا اقرا الشغلانه نفسها هم عايزين ايه بالظبط، عشان وانت داخل للمدير كده تعرف تبهره بشخصيتك. اتس مينلي شخصيه البني ادم هاو هانجري هي از. انا 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 فعلا موتيفيتد جدا، دريفن، يعني ام جونا بي مور دريفن ذان اي حد. وخاصه اجينا ان احنا عندنا مواهب مختلفه ممكن نثينك اوتسايد ذا بوكس. هنا دايما في امريكا بشوفهم، واجين دي مش عنصريه، ده بس ايه اوبزرفيشن عن بقيه الشعوب. يعني الطبيعه بتاعه الامريكان ان هم مثلا في حارتين دايما كلهم ماشيين ورا بعض في حاره واحده، مش بيفكروا بره الصندوق. احنا مختلفين بسبب العيشه اللي عشناها المختلفه القاسيه شويه، فاضطرينا نفكر بره الصندوق. دايما بنخترع، الجيش بيقول لك اتلحلح، اخترع حاجه اللي هو الحاجه ايه الواحد لما يكون محتاج بيخترع. فعندنا جوانا. So once you believe that جواك هتلاقي نفسك الطاقة طلعت والفايروركس طلعت في دماغك وبام I'm creating different things, I'm looking at different ways to solve problems. هعرف افكر في طريقة مختلفة يخلي الشركة دي بدل ما تعمل مليون دولار في الشهر تعمل 5 مليون دولار في الشهر. I will do my الدعاية والإعلان في أمريكا. أقسم برب العزة لو الدعاية بتاعت مصر دي تنفذت في أمريكا هتتشقلط. So I mean there's so much potential للناس اللي جاية من 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 الشرق الاوسط او اي حد متغرب. ما تقللش من نفسك هنا، ما تبقاش انتميديتد في امريكا ان هو ده امريكا بقى غلط مش هعرف الاقي. لا 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 بالعكس، خاصه في كورونا I'm sensing ده كل ده حاجات انا observing and sensing عشان الناس خافت. حتى تلاقي ناس بيض كتير في بيوتها دلوقتي، يا شغالين في بيوتها او خايفين او مش عايزين يطلعوا يشتغلوا عشان خايفين من المرض او what not. شيت انا نسيت الماسك، يلا مش مشكله. ناس كتيرة بتبقى خايفة انها تشتغل، وطبعا ناس كتيرة سابت الشغل على unemployment بس بدأت تعلى تاني، فبيدوروا دايما على ناس اللي هو مستمويتها، لا عادي جريئة مش خايفة انا هطلع وهشتغل وهيحصل وقدر الله ما شاء فعل يعني واخد بالك. ففي الظروف الصعبة دي لما بتلاقي حد عايز يشتغل وجعان شغل ده دي بتبقى لقطة. سو احنا من مصلحتنا كناس متغربة
ان احنا نبقى عارفين الفاليو بتاعتنا جدا، انه في عز ما العالم قاعد في بيوته وبيعمل زوم ميتينجز والكلام ده كله، احنا بنطلع فيزيكلي، بنطلع وممكن نعرض نفسنا للتهلكة عشان خاطر نبقى بنشتغل ومساعد الناس، خاصة اللي بيشتغلوا في مجال الصحة، وبحترمهم وعلى راسي وابوس ايديهم وابوس راسهم. اخر حاجة عايزة اقفل بيها قبل ما اقفل معاكو، امي بعتت لي مسج دلوقتي في الهيلث كير، هي بتشتغل في مجال الصحة دلوقتي، ولقيت مريضة من اللي كانت مريضة جدا بس على ايد امي. سبحان الله قد ايه الله بيرزق الرحمة وقد ايه بيرزق العلاج في ايد ناس معينة. ويا ماما عايزة اقولها لك، خلي بالك يا ماما، دي نعمة رهيبة من ربنا انك ايدك عارفة تشفي ناس. المريضة بتاعتها كانت تبوس ايديها يعني من كتر الحب والحنان، لان هي حاسة، مع ان المريضة ما بتتكلمش، لان طاقتها المخ اليمين الرايت هيمسفير حاسس بالطاقة الحلوة، طاقة الملاك الرحمة اللي طالعة من والدتي. فده كان ده بصراحة شجعني جدا. فكل الناس اللي شغالة في مجال الصحة في امريكا بجد يعني God bless you، فعلا والله العظيم God bless you. يلا اقول قولي هذا، وبالليل احتمال نرجع بقى للثيولوجي ونشوف مين اللي عايز يحرم لنا حياتنا تاني، ونغير الاسود في ابيض ده، ونحط الالوان. I love you guys. Bye.